يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. مبروك لكل واحد ناجح في الثانويه العامه، ومبروك خصوصا لابني، والحمد لله ان انا اطمنت عليه. علشان كده اتاخرت عليكم شوي، بس راجعه لكم بفنانه ملهاش حل، فنانه اغراء من الدرجه الاولى. شبهوها بمارلين مونرو، وفي شكلها وفي جمالها ملهاش وصف. بتحبها وهي بتقول كده برضو يا سونا يا خاين. فنانتنا هي الفنانة الكبيرة هند رستم. تعالوا معايا نتعرف على قصة حياة فنانتنا الكبيرة هند رستم. اتولدت نريمان حسين مراد رستم في 12 نوفمبر 1931 في محرم بيه باسكندرية، من أب أصوله شركسية وأم مصرية. والدها كان ضابط شرطة. وبداية ظهورها كانت في فيلم غزل البنات سنة 1949 في أغنية اتمخضري وتميلي يا خيل. ظهرت لمدة دقيقة واحدة بس كومبارس، وبدأت واحدة واحدة بأدوار صغيرة لحد ما تعرفت على المخرج الكبير حسن رضا اللي اتجوزها وأصبحت من نجوم عصرها. ولكن معظم أدوارها كانت أدوار إغراء، ولقبت بمارلين مونرو الشرق. دلال تشابهها الشديد جدا بنجمة الغرب مارلين مونرو في الشعر والشكل والوقفة والستايل بتاع لبسها، كل حاجة كل حاجة. وفعلا كانت جميلة بكل المقاييس في كل حاجة هند رستم. وعملت هند رستم أكتر من 74 فيلم ناجح، كان من أنجح أفلامها وأهمهم فيلم لا أنام، لكن ده كان له قصة كبيرة مع فاتن حمامة. في الفيلم كل المشاهد اللي جمعت هند رستم بفاتن حمامة كانت هند بتخطف الكاميرا. ففي مشهد كانت داخلة فيه فاتن حمامة بتعرفها انها عرفت انها زوجة خاين، فمسكت فيها السيجارة ونفخت في وش فاتن حمامة. اعترضت فاتن وقالت له ازاي انها تنفخ في وشي دخان السيجارة، والمخرج قال ستوب وعاد. فبعد كده لما دخلت تاني في المشهد مسكت لها الشوزة بتاعتها ووجهتها ناحيتها، فبرضو فاتن اعترضت وقالت ازاي انها تمسك الشوزة بتاعتها وتوجهها في وشي. فقالت لهم لا كده ما ينفعش. قامت هند اعترضت وقالت للمخرج قدامك مشهدين، اختار منهم اللي يريحك، انا مش هعيد تاني. ومن اليوم ده فضلوا هما الاثنين ما بيكلموش بعض، ولا هند ولا فاتن حمام، حتى ما جمعهمش عمل تاني خالص مع بعض. عملت افلام كتير ناجحه زي نساء في حياتي، عشاء، رحمه من السماء، صراع في الحياه، ابن حميدو، طوحه، الحي الصامت، عواطف، وحاجات كتير وافلام كتير ناجحه جدا جدا. كانت ناجحه باطلالتها وبكل حاجه بتعملها. هنا الكبيرة هند رستم كرموها واخدت جوائز كتير، كان اهمها جائزة النقاد في فيلم الجبان والحب. واتكرمت كمان فنانتنا في باريس من جمعية العالم العربي. اما عن حياة فنانتنا الشخصية هند رستم، اتجوزت مرتين، المرة الاولى من المخرج الكبير حسن رضا، لكنه للأسف عاملها معاملة وحشة جدا اول ما عرف انها حامل. لا وكمان كان مصمم ان هو يتجوز الطفل عشان ما يبقالوش منها عيال، ما هو عنده زوجة اولى وكمان اربع عيال، فما كانش عايز بيته يتخرب. لكن هند صممت وقالت لا لازم اخد حقي بالقانون، وفعلا رفع على بعض قواضي كتير جدا واثبتت نسب بسنت بنته، وهو ده فعلا سونا الخاين بالنسبة لهند رستم. بعد ما ثبتت حقها وحق بنتها صممت انها تتطلق منه وما تعرفوش تاني خالص بعد اللي عملوا فيها، رغم ان هي خلاص خدت حقها بالمحاكم، لكن خلاص رفضت انها ترجع له تاني مهما حصل. بعد زواج فاشلة بالنسبة لها قررت انها ما تتجوزش تاني، لحد ما قابلت الدكتور الكبير محمد فياض، وده دكتور نسا مشهور جدا ومن اشهر دكاترة في مصر. بعد قصة حب ما بين الدكتور محمد وهند رستم قررت انها تتجوز وتعتزل الفن نهائي علشان تتفرغ لجوزها ولبنتها، وفعلا فضلت معاه لنهاية حياتها. وتوفت فنانتنا الكبيرة هند رستم في 8 اغسطس 2011 عن عمر 79 سنة في احدى مستشفيات الكبرى بالجيزة بعد صراع قصير مع المرض، لان ما دامش اكتر من يومين. بعدها جالها ازمة قلبية اتوفت على اثرها. رحم الله فنانتنا الكبيرة هند رستم. من فضلكم لو وصلتوا لنهاية الفيديو اوعوا تنسوني في لايك واشتراك للقناة.
ويا ريت تكتبولي في الكومنتات ايه اكتر فيلم حبيتوه لهند رستم. انا شخصيا بحب لها ابن حميدو، وبشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم.